بجناح تمتزج بين ثناياه الأصالة والمعاصرة، تسجل الجزائر أكبر مشاركة لها في أضخم تظاهرة اقتصادية على الإطلاق هنا في إكسبو دبي 2021. تحضر الهوية التراثية للجزائر بكل تفاصيلها مثل ما ينشد الجناح المستقبل. الجزائر بلد جميل جدا، وهي تملك تراثا ثقافيا مذهلا. أعجبت كثيرا بالزرابي، وهذه التي هناك تبدو كأنها ألبسة تقليدية، إنها بالفعل رائعة. مزيج فريد يعبر بزائر المكان من عمق التاريخ إلى تطلعات لمستقبل واعد في رحلة استثنائية أثارت أعجاب الكثير من زوار إكسبو دبي 2021. الجزائر تشتهر في التمور، في الصحراء، في كل شيء. يعني ما شاء الله احنا في العراق احنا درسنا عن تاريخ الجزائر من احنا وصغار في المدارس. رحلة عبر التاريخ تلامس الموروث التقليدي الذي استطاع بدوره أن يحجز مكانه باقتدار. حرف يدوية جذبت الكثير من المهتمين والفضوليين. أول ما تفوت عليها بيعرضوا لك الماضي والحضارات الموجودة المتعددة والمتنوعة الموجودة بالجزائر والتاريخ المميز اللي موجود عند الجزائر. مكان حافل بعبق التاريخ والتراث، ومنصة جديدة للجزائر لجلب الاستثمارات والبحث عن رؤوس أموال أجنبية في التظاهرة الاقتصادية الدولية الضخمة. في ظرف يشهد العالم تعافي تدريجي للاقتصاد بعد تداعيات وخيمة لجائحة كورونا، تسجل الجزائر للمرة الأولى في تاريخ مشاركتها في المعارض الدولية الكبرى حضورا مميزا في إكسبو 2021، لتشكل فرصة استثنائية للعودة للمحفل الدولي الاقتصادي الأبرز عالمياً.